أهلاً أعزائي المشاهدين عبر قناة خالد بات إدانة الإلكترونية على اليوتيوب. نستضيف أحد أفضل الحكام في أحياء جدة، حكم الصاعدين طبعاً، أستاذ فهد. أستاذ فهد، كحكم في هذه البطولة، إيش رأيك في الجماهير وجوا دور الثمانية؟ أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم وأشكرك وأشكر قناتكم قناة خالد بازيدان. نعم. إذا تتكلم عن البطولة، ما شاء الله تبارك الله، الأجواء التمهيدية تعرف الأجواء كانت باردة، وكان شوية الجمهور يعني ما كان بديك الحضور يعني. الحين ما شاء الله تبارك الله خروج مغلوب، وأنت كمان شفت مباراة ميلان والعربي، ما شاء الله تبارك الله الجماهير بدوا يتواجدوا في أرضية الملعب. دور الثمانية، في أحد منهم كان بطل للبطولة؟ دور الثمانية الفرق الآن؟ مين فيه؟ لا، دور الثمانية لا ما فيه. حتى الآن كل الفرق جديدة، ما تتوقع بطل البطولة؟ والله لحد الآن ما يمدي تقدر تقول فريق ده يعني اللي بيوصل، كل الفرق اللي تأهل مستوياتهم متقاربة جدا يعني، فهمت؟ نعم. أستاذ فهد، اليوم تواجد جميل، اليوم مباراة ممتعة، 1-0 لفوتبول فايفر، فوتبول فايفر في مواجهة شمسان، كأحد الجماهير، إيش رأيك في المباراة وتوقعاتك؟ والله شوف، أول شيء المباراة 1-0، والحين طبعا ما شاء الله جاب الأنتو وضاع، المباراة ما حتنتهي على ما أعتقد، حتنتهي بلنتيات، وهذا إيش توقعاتي يعني. نعم، هاي وجهة نظر الأستاذ فؤاد، أحد الحكام الممتعين والصاعدين وأفضلهم فؤاد في جهة اليمنى. شكرا لك فؤاد، شكرا لرائد هندوم من وراء الكاميرا نايف زهير قناة خالد بازيدان، كونوا معنا.